اهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجكم كلمه. معانا اليوم حلقه استثنائيه بنناقش فيها امر يهم كل مواطن، كل مصري، بل كافه انواع البشر على مستوى الكره الارضيه. هيكون بعد الفتره الاخيره دي انتشر موضوع الحرائق والحوادث وكتير على مستوى العالم وعلى مستوى العربي والافريقي والمصري بالتحديد اللي بنتناقش عنه النهارده. هيكون معانا ضيفنا وضيفكم الاستاذ وليد سيد مصطفى، بنرحب بحضرتك خبير التامين والاستشاري ونائب رئيس لجنه الحريق بالاتحاد المصري للتامين. اهلا وسهلا، بنرحب بحضرتك استاذ. اهلا بيك. طبعا النهارده بنبدا حديثنا نقاش كتير قوي من مشاهدينا او من الشعب بصفه عامه ما بيعرفش التامين ودور التامين في حياتنا. تفضل. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بيك استاذ علاء. مرحبا، وفرصه سعيده النهارده معاكم في البرنامج بتاعكم كلمه. احنا اسعد. التامين طبعا دوره بيلعب دور مهم جدا في الاقتصاد القومي وفي حمايه الممتلكات العامه والخاصه بصفه عامه. جميل. وزي ما حضرتك بدات وقلت، في الفتره الاخيره انتشرت الحرائق كتير قوي بالذات في مصر. فاحنا بنتكلم بصفه عامه، عايزين نبدا نقول لك يعني ايه الاول، هو الحريق ده بيحصل ازاي؟ بالفعل يعني الحريق هو اسباب الحرائق بقى. الحريق الاول هو بمنتهى البساطه هو تفاعل كيميائي ما بين مجموعه من العناصر، هم ثلاث عناصر: الوقود اللي هي الماده القابله للاشتعال، المصدر الاشتعال، والاكسجين. لازم يبقى في مثلث الحريق، الثلاث اضلاع دول موجودين عشان يحصل حريق. لو غاب اي ضلع عندهم بالظبط ده بقى الكونسبت بتاع اطفاء الحريق. فالثلاث مواد دول لازم يكونوا موجودين عشان يحصل الحريق، بنسميه الفاير تراينجل. تمام. اما نيجي نكسر الحريق بقى، عشان نكسر ضلع من الاضلاع دي في كذا طريقه. حضرتك بتسمع دايما لما بيجي يعملوا فايت للحريق او يعملوا اطفاء للحريق بيقولوا ايه؟ تبريد الحريق او تبريد النار. تبريد بيبدا بالفعل بالظبط بالميه، بالرغاوي، بيبرد درجه الحراره عشان يحاول يسيطر على الحريق، او تجويع النار. تجويع النار يعني ايه؟ بشيل من جنبها اي مواد قابله للاشتعال او قابله للاحتراق، او خنق النار. خنق النار دي بنمثلها بحاجه بسيطه قوي، بمنع عنها الاكسجين. دايما بنقول في تجربه بسيطه قوي عباره عن الكوبايه اللي بيبقى جواها شمعه ولعه. وانس ان انت حضرتك بتغطي على الشمعه الهواء اللي هو الاكسجين، تمنع الاكسجين، النار بتطفي. فمن هنا بيجي نفس الكونسبت بتاع اطفاء الحريق، ان انت لازم تكسر ضلع من الاضلاع دي. يعني لو انا عندي حريقه كبيره شغاله، انا بقول ايه؟ بجوع النار ازاي؟ ان انا بشيل كل المواد اللي جنبيها وبحصرها في حته معينه، فبالتالي انا بمنع انتشار الحريق، او بمنع عنها الاكسجين، فبالتالي انا بخنق النار. ده بمنتهى البساطه معنى الحريق بيحصل ازاي. تمام. اسبابه بقى دي قصه تانية. عندي كتير. عده اسباب. واحنا كاتحاد مصر للتامين لجنه الحريق عملنا احصائيه في اخر 5 سنوات ايه اسباب الحريق. لقينا ان اكتر حاجه موجوده هي الماس الكهربائي، اللي هو بنسميه شورت سيركيوت. بالفعل احنا كل حريق يقول لك ناتج عن ماس كهربائي، تسبب ماس كهربائي تسبب في حريق. بالظبط، هو متهم في اكتر من حادثه حريق، بس هو مش بس الماس الكهربائي. الماس الكهربائي طبعا ليه نسبه كبيره، ان زي ما بقول لحضرتك بتكون في مشاكل في التوصيلات الكهربائيه او كابلات كهرباء قديمه او ما بتعملهاش صيانه. تمام. او مش موجوده جوه مواسير مدفونه جوه الحوائط، فبالتالي بيبقى سهل ان هي يحصل ماس كهربائي. لكن في اسباب تانية، في مصادر اشتعال زي مثلا مصدر اشتعال زي التدخين، ممكن سيجاره تولع في مكان كبير. في حاجه تانية ممكن زي اعمال اللحامات او الاعمال الساخنه. بصفه حضرتك نائب رئيس لجنه الحريق بالاتحاد المصري للتامين، زي التامين ضد الحرائق. تمام. هو في كذا يعني كذا نوع وكذا وثيقه موجوده في السوق المصري، وبنواكب الاسواق العالميه كمان، في وثائق كتيره من السوق العالمي احنا بنشتغل بيها في مصر. جميل. تمام. بس احنا عايزين نقول الاول، هو التامين بتاع الحريق ده على ايه؟ احنا بنقول ببساطه كده ان اي ميزانيه شركه من الشركات، 90% من الشركات فيها اكبر نسبه من الاصول الثابته المتداوله. تمام؟ تمام. زي المباني، زي المخزون، زي الالات والمعدات، زي الاساسات والديكورات، زي النقديه، كل البنود اللي انا ذكرتها دي بيتامن عليها من الحريق. فمن هنا يبان لك اهميه تامين الحريق. تمام. انت بتغطي كل الممتلكات دي. ازاي بيتم بقى التامين؟ حضرتك المفروض بناخد بنطلب بيانات، بيبقى في حاجه اسمها طلب تامين.
بيطلب من العميل، بنجمع بيانات عن المكان المنشأة اللي أنا هأمن عليها. تمام؟ تمام. بعد ما بجمع البيانات دي أنا ما بكتفيش بس بتجميع البيانات، أنا بعمل حاجة اسمها معاينة قبل الإصدار. يعني إيه معاينة قبل الإصدار؟ ببعت معاين سواء من جوه الشركة أو خبير أنا بجيبه من بره للأقطار الكبيرة اللي بتحتاج إعادة تأمين وبتحتاج إن هي فيها شوية تفاصيل أكتر. ببعته للمكان، بيعمل معاينة، بيشوف وسائل الوقاية اللي موجودة في المكان، بيشوف وسائل المنع اللي موجودة في المكان، بيشوف الأمن، بيشوف طبيعة النشاط إيه، بيشوف الكهرباء والتوصيلات الكهرباء عاملة إزاي، بيشوف تقسيم الأقطار اللي موجودة جوه المكان سواء كان مصنع سواء كان مخزن سواء كان مبنى إداري، كل الحاجات دي بتتغطى من الحريق. بعد كده بيرجع للي بيصدر الوثائق اللي هو بنسميه الأندرايتر، بيقول له لو سمحت أنا عندي داتا، الداتا دي موجودة أهي، بس أنا شايف إن المكان ده واتيفر بقى، هنقول له لا يصلح خالص يبقى مش هيتأمن عليه، هنقول له يصلح بس في توصيات لازم تتعمل خلال فترة معينة، أو يصلح وهتابع التوصيات دي خلال جدول زمني محدد. طب هو تمام؟ يصلح المكان، يصلح جينا المكان مثلا، يصلح وأمننا. تمام. وفي حال حدوث الحرائق بيبقى إيه التأمين؟ إيه اللي يرد؟ إحنا هنخش كده على حتة تانية اللي هي إجراءات صرف التعويض. إجراءات صرف التعويض بمنتهى البساطة برضو، هي أول حاجة في أغلب التأمينات بما فيها تأمين الحريق بنطلب محضر شرطة. محضر شرطة بالواقع اللي حصل. تيجي الشرطة وقت ما الحريقة بتبقى موجودة، بتصحى حضرتك بالشرطة، بتيجي تعمل معاينة للمكان والمعمل الجنائي بعدين. تمام؟ تمام. وفي نفس الوقت أنت بتبلغ شركة التأمين تقول لهم أنا عندي وثيقة رقم كذا بتغطي الخطر، مثلا أيا كان إيه الخطر اللي متغطي جوه الوثيقة، وأنا عايز حضرتك تبعت خبير من عندك يعمل معاينة ويشوف يحصل معانا التلفيات ونشوف التغطية دي عاملة إزاي. الخبير اللي بيروح ده بيشوف أول حاجة الشروط والاستثناءات الخاصة بالوثيقة، بيشوف التغطية اللي جوه الوثيقة، بيشوف التلفيات اللي حصلت، بيشوف الحاجة اللي حصلها الحريقة دي هل هي ممكن تتصلح ولا لازم تتغير، وبيتفق عليه في تقرير مبدئي بيرجع لشركة التأمين، بتبدأ تاخد إجراءاتها مع مدير التأمين بتاعها إذا كان في إعادة تأمين خاصة، وبيبدأ يصرف التعويض. في الحالة دي بتصرف التعويض بالفعل؟ بالظبط، ما دام التغطية مظبوطة ووفقا للشروط والاستثناءات الموجودة في الوثيقة طبعا بصرف التعويض. ما اتقبل حضرتك قلت في مكان لا يصلح. بالظبط، انا مش في مكان محتاج توصيات. لا يصلح، وفي اللي محتاج توصيات. بالظبط، خلصنا اللي هو يصلح. تمام. وقبلناه. في حالة حدوث أي شيء طبعا كده بيبقى التعويض بيصرف. بالظبط. طيب في حاجة خارج كده بعيد عن الموضوع، إن أنت عارف إن دائما بيتداول في ذهن المواطن العام ان لا شركات تأمين بتيجي تقف عند اي ثغره. تمام. عشان ما تدفعش التأمين. تمام. صح، دي متداولة في الشارع. تمام. بص حضرتك من حق اي حد يفكر او حد لو عنده بند، لا احنا حتى لو المعلومه صح بنقول اسبابها خطا بنصححها، عشان كده بقول لحضرتك دي فرصه ان احنا نفهم الناس برضو ان لا بالعكس. احنا شركات التأمين شركات محترمه، شركات التأمين بتشتغل وفقا لشروط واستثناءات واضحه، شركات التأمين عليها رقابه جامده جدا من الهيئه العامه للرقابه الماليه. تمام. الشروط والاستثناءات اللي موجوده دي والوردنج اللي بيطلع ده معتمد من الهيئه، ما ينفعش اشتغل بوردنج مختلف. في نفس الوقت انا حضرتك ما دام التغطيه بتاعت حضرتك سواء في اي شركه تامين من شركات التامين اللي موجوده في مصر معتمده ووفقا للشروط والاستثناءات، حضرتك بتاخد التعويض بمنتهى البساطه، مفيش اي كلام. وده حصل في حوادث كتيره جدا، وفي لجنه فض منازعات في الهيئه لو حضرتك بيبقى في مشاكل في اكتر من جهه ممكن حضرتك ترجع لها. ده في حاله الرجوع. عاوزين نعرف من حضرتك الفرق بين التامين واعاده التامين. تمام. بص حضرتك فكره التامين هي فكره تكافليه، حضرتك بتجمع زي بول، حضرتك بتجمع فيه اقساط من الناس المؤمنين او المشتركين. تمام. بتنقل عبء الخطر من على عاتق المؤمن لي اللي هو العميل لشركه التامين. انا باخد الخطر من عندك انا بتحمله كشركه تامين. تمام. تمام. دي فكره التامين، ده مقابل قسط. فكره اعاده التامين هي نفس الفكره، بس شركه التامين هي اللي بتحتفظ بجزء من الخطر، وما زاد عن الطاقه الاستيعابيه ليها والاتفاقيه اعاده التامين بتاعتها بتديه لشركات اعاده تامين كتامين اختياري. تمام. هي نفس الفكره، انا بوزع الخطر، فكرة توزيع وتفتيت الخطر. طب قريب شاهدنا حضرتك حريق سوق التوفيقية وعمارة الدائري، كيف تعاملت شركات التأمين مع الحريق ده وده بصفة خاصة بالتحديد دول كنموذج؟ هو أنا هقول لحضرتك اللي المفروض
الشركه بتعمله ايه. المفروض في حاجه اسمها اكيوميليشن او تراكم، يعني سوق التوفيقيه ده المحلات كلها والمولات بتبقى لازقه في بعضها، فالمفروض كل شركه تامين بتبقى عارفه هي مامنه على كم موقع من المواقع دي. تمام. يعني انا ممكن يبقى عندي كشركه في شركه تامين مامنه على اكتر من موقع، فبالتالي حريق واحد هي هتدفع اكتر من تعويض لانها مامنه على اكتر من موقع في نفس المكان. جميل. تمام. فاحنا بنقول دايما الاماكن دي اهم حاجه فيها وانت بتعاين انك تعرف المسافه بين الاخطار ايه. تمام. وتعرف حضرتك التراكم عندك انت مامن على كام موقع من المواقع دي، وتقول في حاجه اسمها البي ام ال اللي هي اقصى خساره متوقعه في حاله حدوث حريق. بتقول ايه؟ بتقول ان حضرتك تبقى عارف انت اقصى قيمه ممكن تدفعها ايه في حاله حدوث حريق، مش بس لمثلا مول او محل واحد من اللي كان موجود، ممكن حضرتك تكون مامن على 3 4 5 محلات، فبالتالي بتدفع للاربع خمس محلات بتدفع لهم تعويض. تمام. فاهم حاجه احتساب التراكم، حاله ان كل اتضرر بالظبط. فاهم حاجه في الحاجات اللي زي دي انك تحسب التراكم بتاعك، تحسب الخطر بتاعك واكبر خساره ممكنه ايه هي. تمام. الحاجه المهمه جدا بقى اللي احنا بنقولها، الاماكن اللي زي دي حضرتك بتسال نقطه المطافي، اقرب نقطه مطافي ايه هي، مش بس اقرب نقطه مطافي ممكن تقول على بعد كيلو، بس بتسال الاكسسبيليتي بتاعتها ايه، يعني ممكن توصل للمكان في قد ايه. طب هنرجع نكمل مع حضرتك، بس معانا مداخله هاتفيه من الطالب محمد كمال من جامعه اسكندريه. بنرحب بحضرتك يا محمد. اهلا بحضرتك يا فندم، مساء الخير. مساء النور عليك وعلى اهل اسكندريه كلهم. انا احب اشكر سياده الرئيس على المشاريع الضخمه اللي سيادته بيقدمها لمصر، واحب اشكر وزاره الصحه على المجهود المبذول اتجاه مكافحه الامراض وفيروس كورونا، واشكر معالي الوزيره آلة زايد. انا عندي مشكله عايز اعرضها في بنك الدم، ازاي احاول اوفر دم للمواطن، توفير في ميزانيه المصروفات من وزاره الصحه، تزويد الميزانيه للمصروفات على وزاره الصحه، اعمل بنك دم احتياطي. يا محمد حاولت؟ نعم. حضرتك طالب في جامعه اسكندريه كليه ايه الاول؟ كليه الاداب يا فندم، النظم والمعلومات الجغرافيه. يا اهلا وسهلا بيه. الفرقه الكام يا محمد؟ انا حاولت اسجل الكلام باسمي يا فندم، رحت الشهر العقاري ما لقيتش حد يفيدني، واتصلت بمكتب الملكيه الفكريه. تمام. ما لقيتش يا فندم حد من الملكيه الفكريه يسجل لي الكلام بتاعي باسمي. طب اعرض لنا، وانا عندي فكره مشروع. اعرض لنا المبادره بتاعتك او فكره المشروع، احنا بنعرضها الدنيا كلها بتشاهدك وبتسمعها، وهنشوف ايه اللي نقدر نساعدك فيها يا محمد. تمام يا فندم. دلوقتي انا بحصل على المتبرع الحالي عن طريق حاجتين، يا اما المستشفيات يا اما سيارات وزاره الصحه. بالفعل. هنا يا فندم بنلاقي السلوك الغير حضاري، احنا بنهين الطاقم الطبي في السيارات المخصصه لوزاره الصحه، كأن الفريق الطبي ده بيتسول من المواطن، مع ان الفريق الطبي ده نازل في اي ظروف علشان خاطر يلحق المواطن اللي عنده سرطان في الدم او ينقذ امراض ياما. بالفعل اثر الحوادث كتير اللي محتاجين لدم بيبقوا في المستشفى. دلوقتي يا فندم بعد اذنك سيبنا اكمل بس. اتفضل. اول حاجه انا ما بعرفش فصيله المتبرع. تاني حاجة لا أعرف إذا كان دماغه نقية للتبرع أو دماغه مليئة بالفيروسات. تمام. تمن كيس الدم فارغ 10 جنيه يا فندم، الدولة بتخسره لو كان المتبرع بيحمل في دماغه الفيروس. تمام. دلوقتي بعد كده بندي للمتبرع شيك دم. شيك الدم ده عبارة عن بطاقة ورقية. البطاقة الورقية دي يا إما بتضيع مني يا إما بيتم إتلافها عن طريق ايه؟ نسيتها. يا محمد يا محمد. نعم. في عجاله قول لي ازاي اوفر الدم للمريض. انا عايز اقول الفكره بتاعتي يا فندم، اقول السلبيات اللي انا شايفها دلوقتي حالا في المتبرع الحالي. باختصار اتفضل قول بها. الشيك الورقي ده يا فندم يا اما بيوديها مني يا اما بيتم اتلافه. تمام. باجي اروح المستشفى ببقى انا متبرع بالدم بس الشيك ضاع مني، ما بلاقيش الدم اللي انا اتبرعته. تمام. لان في شخص ذهب الى المستشفى واشترى بالمال. انا دمي اغلى من ان هو يتباع بالفلوس يا فندم. اول حاجه بقى فكره مشروع بنك دم مصر الحديث. نذهب كل مواطن دون اجبار الى اقرب ساحه هو تابع لها. اول حاجه عايزين صوره البطاقه الشخصيه. تاني حاجه عايزين رقم تليفونه. تالت حاجه هيحلل تحليل صغير للدم. هنستفاد ايه بقى يا فندم وهنعمل له ايه؟ احنا هنعمل له بطاقه شبه البطاقه الرقم القومي، هيبقى مكتوب فيها اسمه ونوع الفصيله ورقم القومي والصوره الشخصيه والجنس ذكر او انثى. يا محمد عامة احنا ايوه يا فندم احنا بنشكرك برضه على وجهه نظرك وعلى توضيحك،
وبرضه الامانه انا كنت من حوالي 3 ايام يوم الحد كنا في القصر العيني محافظه اسيوط ومتبرعين بالدم، ونفس اللي بيقولوا ما اختلفش كتير لما بياخدوا البطاقه وبيطلعوا والتحاليل يعني برضه ما اختلفش كتير. وبنشكره بس على فكره الشارع اللي هو السيارات بتبقى فعلا تحس انهم بيتسولوا علشان الدم ومحتاجينه. طب. وبننصح ان التبرع بالدم دي مش عقبه، ده بيفيد الانسان اساسا بطبيعته. اكيد اكيد. اتفضل رجعنا استاذ، اتفضل كمان. تمام. فاحنا بنقول الاماكن اللي زي دي احنا بنسال كمان مش بس نقطه الاطفاء موجوده فين او على بعد كيلو على بعد نص كيلو، ده ما يهمنيش اكتر. تمام. اللي يهمني اكتر هل هي ممكن توصل للموقع في قد ايه. تمام. ليه؟ لان في اماكن مثلا حضرتك زي وسط البلد في اماكن زحمه، فبالتالي ممكن توصل في وقت اطول. ده بيأثر طبعا، الحريق لو بدا بيبدا بسيط جدا، لكن لو تسيطر عليه تقدر تحصره او تقدر تطفيه، لكن لو ما سيطرتش عليه بينتشر زي حضرتك ما بتقول دلوقتي. مثال سوء التوفيقيه. ده مثال. عماره الدائره برضه ما كان حريق. عماره الدائره هنتكلم عليها دي قصه تانية، لكن بالنسبه لسوء التوفيقيه انا بقول لحضرتك الشركات المفروض تحسب التراكم بتاعها في اي مكان بتاخد فيه التأمين، تحسب تشوف خطوره مدى خطوره المواد المخزنه والمواد اللي هي بتأمن عليها. تمام. تشوف اقرب نقطه مطافي وتوصل في قد ايه، تشوف وسائل الوقايه لا قدر الله لو حصل حاجه. كل الحاجات دي مع بعضها تعمل صيانه للاماكن اللي موجوده، تعمل صيانه لوسائل الاطفاء، فكل دي بتقلل من انتشار الحريق او بتحاول شويه يبقى فيه وقايه. اكون واضح معاك. احنا عندنا في كل مكان لازم عشان الترخيص، وده تلاقي طفايات الحرائق متواجده، وده صراحه شوف النظام 10 على 10. وقت الحريق ما بتلاقيش، ده السبب ان معظم اللي واقفين اساسا ما بيعرفوش يتعاملوا في طفايات. طيب ما دي بقى دي حاجه مهمه قوي. أيوة. يعني نقولها احنا دلوقتي بنقول من ضمن الاجراءات ومن ضمن البيانات اللي المفروض الخبير او المعاين بيدرسها وبيشوفها قبل الاصدار، اول حاجه تدريب العاملين والعمال وعمال الامن اللي موجودين جوه اي مكان، لازم يكونوا مدربين على الاقل 25% من العمال اللي موجوده جوه تكون مدربه من على الامن الصناعي وكيفيه مكافحه الحريق وعندها شهادات بذلك، شهادات رسميه. تمام. النقطه الثانيه اللي انا كنت بقول لحضرتك عليها هي مهمه جدا، انت ازاي تعرف تشغل اجهزه الاطفاء اللي عندك وتشغلها امتى؟ في حاجه مهمه قوي، مش توفر بس وسائل الاطفاء هو اللي مهم، ملائمتها وكفاءتها في اطفاء نوع معين من الحريق هو المهم. يعني طبعا. مثلا حضرتك حرائق الكهرباء ما ينفعش حرائق الكهرباء تطفى بالميه، لا طبعا خالص، لازم تطفى بغاز ثاني اكسيد الكربون ببودره جافه. تيجي بعد كده حرائق الزيوت مثلا، حرائق الزيوت ما ينفعش تطفى بالميه، الزيت اخف من الميه فبتاخد الحريق وتاخد اي حاجه قصادها، الميه بتجري بالزيت بالنار بتاخد الحريق وتاخد اي حاجه قصادها، لازم تطفى برغوي وتطفى ببودره جافه. وبرضه ثاني اكسيد الكربون مسته بتبقى حاجه كويسه جدا في الحرائق برضه، لانه بيخنق الاكسجين. هو عكس الاكسجين. واخد بال حضرتك؟ كنت اتذكر واحنا وشغلنا في الخارج طبيعته، فدايما يقول لك ايه يعني دي حاجات بنتعلمها بطبيعه شغلنا اللي هو اي مجال يكون عندك خبره فيه. قال لك بتبقى عكس اتجاه النار، بتكون محجم النار بطرق معينه. ده انت مذاكر. ده لازم. فده الطبيعي انك بتقدر، لان انت لو مع اتجاه الريح ما بتجيبش اساسا النار بسرعتها. طيب. طيب ده بقى الميكانيزم بتاع الاطفاء. اول حاجه بيقول لك ان انت لازم، ان احنا بنشوف ناس اول لما بتدخل بتروح ميه على طول. ميه على طول ده مش صح. انت ساعات الخسائر اللي بتبقى ناتجه عن الميه بتبقى اكتر بكتير قوي من خسائر الحريق. يعني الحريق ممكن يكون بادئ بسيط قوي بس الميه بتبوظ حاجات كتير قوي. تمام. النقطه الثانيه ان لازم زي ما بقول لك توجه الميه او الاطفاء على مكان بدايه الحريق، مصدر الحريق. مش تلاقي اللهب فوق تروح ضارب فوق، لا لازم تحجم، ازاي توقف مصدر بدايه الحريق. أيوة. تمام. نيجي من هنا على اللي حضرتك زي ما اتكلمت على عماره الدايري دي. هو في كذا حاجه، اولا موضوع الميه الكتير دي ممكن تبوظ المباني. احنا سمعنا ان المبنى فيه حاجه او المبنى فيه ميل او كده وقعدت 8 ايام تقريبا كان فيها اطفاء، وزي ما بقول لحضرتك قلت لك في الاول عمليات التبريد بتاخد وقت طويل قوي، لان الماده نفسها اللي موجوده احنا سمعنا ان هي جلود برضو احذيه، المواد دي بتاخد وقت كتير قوي في اطفائها وما بتطفيش بسهوله. بس 8 ايام برضو عالم تاني، ما تطفيش بسهوله. لكن احنا هنا لازم نقول برضو ان شركات التامين لازم تسال على التراخيص، هل المكان ده كان ليه تراخيص مباني اداريه وسكنيه ولا تراخيص تجاري؟ يعني اللي سمعناه ان هو مخزن ومصنع احذيه. تمام. واخد بال حضرتك من الميديا برضو. فهي لازم ابقى عارف، انا لازم ابقى عارف انا باخد ايه، بامن على ايه. الله ينور عليك. يعني في تعبير عندنا في الحريق بنسميه اسمه فاير لود. فاير لود يعني الماده اللي موجوده جوه المكان دي قابليتها للاشتعال والاحتراق قد ايه.
تمام. الاحذيه والجلود من المواد سريعه الاشتعال وسريعه الاحتراق الاثنين مع بعض. جميل. واخد بال حضرتك؟ فما ينفعش احطها في مبنى سكني. اه طبعا بتخصص منطقه صناعيه من منطقه سكنيه ده حتى بطبيعه بالظبط. ولو هاخدها كتامين ابقى انا مامن نفسي، ابقى انا عارف ان الحاجه دي فعلا ليها وسائل وقايه ومنع كويسه قوي. يعني انا بقول وسائل وقايه ومنع ليه؟ انا وجهه نظري في مثل عندنا بالبلد بيقول الوقايه خير من العلاج. يعني انا وجهه نظري بالذات في تامين الحريق المثل ده مثل صح 100%. حكمه الوقايه خير من العلاج طبعا. انا ما بودي الخبير او المعاين بتاعي بقول له شوف لي الاول ايه وسائل الوقايه والمنع اللي موجوده. في حاجه اسمها فاير بريكوشنز وفي فاير بروتكشن. قبل الفاير فايتنج بقى. يعني وسائل الوقايه والمنع قبل وسائل الاطفاء. تمام؟ زي ايه؟ زي اجهزه انذار بتبقى اوتوماتيك الارم سيستم بنسميها، بتبقى معنونه، ليها لوحه معنونه. معنونه ليه؟ ممكن انت يبقى عندك سايت 3 4 كيلو. انت مش عارف المكان بدا الحريق فين، فالجهاز الانذار ده اللوحه دي بتقول لحضرتك لا ده بدا في الحته الفلانيه، تقدر تروح وتفايت الحريق بسرعه، يا تطفيه يا تمنع انتشاره، ده رقم واحد. في حاجه اسمها اجهزه كشافات حراره ودخان على حسب اللي موجود في المكان، دي برضو بتكشف لك لو الحراره وصلت لدرجه معينه بتقول لك خلي بالك ده كده في حريق، لو الدخان وصل لدرجه معينه وبتشغل اجهزه الانذار. الحاجه الثالثه المهمه قوي برضو اللي احنا بنقول الحاجات دي اسعارها حتى مش عاليه، اسعارها بقت منخفضه دلوقتي طبعا مش عاليه. وبعدين احنا مش بنقول في كل مكان احنا عايزين مثلا سبرينكلر سيستم اللي هي نظام رشاشات ميه، عايزين طفايات تلقائيه موجوده، بودره جافه. كل مكان على حسب الماده اللي موجوده فيه وعلى حسب طبيعه المكان. مواد ملتهبه لازم يكون متوفر كل شيء، وعلى حسب طبيعه المكان وعلى حسب تقسيم الاخطار اللي جوه المكان بحدد وسيله الوقايه. تمام، واخد بال حضرتك؟ فهي دي ده الميكانيزم بتاع يعني ايه الاطفاء بشكل بسيط. وزي ما حضرتك بنقول دايما لازم تكون الامن الصناعي في تدريب، لازم يبقى عندك شهادات بتقول ان انت فعلا حصل تدريب كويس قوي. لازم المكان نفسه، احنا دايما بنقول للناس ايه، عشان انا ابقى مستريح كشركه تامين وانت تبقى مستريح ان لو حصل حاجه هتاخد تعويضك كويس قوي قوي قوي، عامل المكان كانك أكد مش على مامن. اكد على كلمه كويسه قوي، لان بعد الحلقه بتلاقي كتير من جمهورنا ازاي والتعويض وانا اشتركت وانا قدمت. لا والله احنا بنتكلم بمنتهى الشفافيه ومنتهى البساطه، وده اللي بيحصل. شركات التامين بتدفع تعويضات كل يوم بالملايين دائما وابدا. احنا في برنامجنا بنحترم حاجه واحده، حضرتك مشرفنا طبعا وعارف، بيهمنا ان المشاهد المواطن من الوزير للغفير للغني للفقير كله توصل معلومه صح. عشان كده بنتكلم بلغه مبسطه بالفعل بسيطة. والله ليه بتوصل لكل مشاهدينا المواطن البسيط ليه صح. انت عارف ان مش كل الناس رايحه على التامين اكيد، بل بالعكس لو حضرتك في مجال التوعيه دلوقتي ممكن تنصح حد افضل. دي حقيقة. ده بحيث انت بتقدم المعلومه لوجه الله، انت مش اخد منه حاجه ولا ده، لا انت مجال عملك وبتنصحه ايه الافضل لان هو مش مدرك في مكانه بالظبط. إيه انا معلش في مجال حضرتك ممكن لو مش في الاعلام مش عارفه او مش مدرك، المواطن مش هيعرف في مجال شغله ومجال شغلك، بس ده امر يهمه صح. زي الطبيب بيقول له علاجك 1 2 3، المعلم بيقول له هتدرس 1 2، فنفس الوضع. عشان كده بتقول شركات تامين بتدفع تعويض، انا بتعامل كتير مع محاميين مع ده، فانت عارف اوض التعويض ونقط دي بتبقى فيها سلبيات كتير للمواطن. تمام. فتلاقي الهاجس، ودي نظره برضو بنحاول نغيرها للمواطن. تمام. بالفعل ما دام هو بياخد حقه وضح له ان حتى لو حقك ضاع يبقى بعيد عن شركه التامين. احنا عايزين نعمل توعيه من البرنامج بتاع حضرتك. احنا عندنا في سوق التامين في مجموعه اسمها الوسطاء. وسيط التامين. وسيط التامين ده بيبقى مسجل في هيئه الرقابه الماليه، ودورهم دور محترم جدا ودور كويس جدا. ده بيبقى بين شركه التامين وبين العميل. تمام. وناس بياخدوا دورات تدريبيه في هيئه الرقابه الماليه وما بياخدوش الرخصه بتاعتهم الا لما ياخدوا الدورات دي ويجتازوها. تمام. الناس دي بتبقى فاهمه وعارفه شروط الوثائق، وبنلاقي ناس كتيره قوي بتناقشنا في كل حاجه، وده الصح. وفي نفس الوقت هو بيوصل لعميله المعلومه، بتوفر المعلومه للعميل اللي هتحتاجه بالظبط. ولو العميل جاي لشركه التامين في مناقصه او في حاجه، هو جاي لشركه التامين حتى من غير وسيط، شركه التامين بتفهمه تقول له لو سمحت انت في شروط واستثناءات وثيقه. ده عقد تامين، عقد التامين ده هو عقد زي ما بنعمل اي عقد قانوني. له ليك ماليك وعليك ما عليك، لازم تبقى انت عارف ايه اللي ليك وايه اللي عليك، عشان لا قدر الله لو حصلت المشكله ما يبقاش في مشاكل، لو حصلت حادثه ما يبقاش في مشاكل. دلوقتي حضرتك واحد مأمن على السياره. تمام. في حاله حدوث كذا السياره تعويضك عندنا. حلو. في حاله اتلاف منك انت متعمد او اتلاف ده
دي نفس الوضع، لا انت مالكش تعويض عندنا. تمام. السياره مثلا السياره حضرتك التغطيه بتاعتها هي تغطيه تصادم او انقلاب او حريق او سرقه. تمام. تامين على تصادم او انقلاب او حريق او سرقه، ده تامين السيارات. ده كده تامين على السياره بكافتها. المشكله بقى ساعات بتحصل ان حضرتك بتيجي تامن بمبلغ اقل من المبلغ المفروض بتاع السوق، او مبلغ اقل من مبلغ التامين وقت الحادثه. تمام. فانا المفروض هعوضك بمبلغ ايه؟ هعوضك بالقيمه السوقيه، وكمان هطبق عليك شروط الوثيقه. شروط الوثيقه فيها شروط معينه بتقول ان انا في اهلاك بنسبه معينه، لو انت مامن باقل من القيمه الحقيقيه لازم اخصم منك نسبه معينه تسمى نسبيه، واخد بال حضرتك، نسبه من التعويض وهكذا. لكن كده كده انت بتاخد تعويضك. احنا بننصحهم بايه؟ تقرا الشروط والاستثناءات، وبالذات في تامين السيارات دي امن بالقيمه الحقيقيه في كل انواع التامين، بس في السيارات بالذات لان هي فيها زي ما حضرتك قلت كده بالذات كان بعد التعويم كان فيها شويه مشاكل في الحته دي. امن صاحب السياره الحقيقية. بيحط سعر اقل ولا بالظبط سعر اقل عشان يدفع تامين اقل، او في خلال المده حصل حاجه زي وقت التعويم ده حصل السيارات زادت. انت لازم تيجي تقول لي، او انا واحنا يعني كاتحاد وكهيئه وكسوق تامين عمل حملات توعيه كتيره جدا في التوقيت ده، وعرف الناس كلها ان انتوا لازم تعملوا اعاده تقييم للممتلكات بتاعتكم ايا كانت الممتلكات بقى، سياره، مصنع، مخزن، مبنى داري، منزل، اي حاجه، شركه، اي حاجه زادت قيمتها. فحضرتك لما تيجي تامن انت عارف قيمه حاجتك بكام، عارف قيمه حاجتك في السوق بكام. حضرتك مثلا بامن على شقه بمليون جنيه او سياره بمليون جنيه، بدفع تامين كام؟ بص حضرتك الشقه دي قصة والسيارة قصة تانية. أغلب أنواع التأمين السعر بتاعها بيبقى في الألف، يعني مثلا المليون جنيه دي حضرتك ممكن تدفع عليها، ده طبعا على سبيل المثال كل شركة ليها تسعيرتها. على سبيل المثال إيه كمعلومة لكل مثلا مليون جنيه ممكن تدفع 1000 جنيه 2000 جنيه. فدي شهري ولا سنوي؟ ده سنة حضرتك. سنة. ده قسط سنوي. فبالتالي أنت حتى لو عملت كده حسبتها هتلاقي إن أنت بتحمي مليون جنيه ب 1000 ولا 2000 جنيه. بالفعل. في السنة لو قسمتهم على الشهر تدفع لك 700 800 جنيه كل شهر. لا ما فيش كمان واخد بال حضرتك لو 1000 او 2000 جنيه ده لكن بالنسبه للعربيه قصه تانية. العربيه السعر بتاعها بيبقى في المية مثلا 2% 3% 4% على حسب نوع العربيه وعلى حسب الموديل وعلى حسب بتشتغل في ايه وعلى حسب هي افراد هي يعني عربيه فرد لفرد واحد ملك فرد ولا عربيه شركه وبتشتغل في التوزيع وبتشتغل في تنقل وكلام من ده. كل الحاجات دي ليها حسابات، كل نوع تامين ليه حساب لوحده. بيتكلمونا جوه رئيس التحرير ان هيطلع يامن على ممتلكات مع حضرتك. عينينا عينينا عينينا. فاحنا الهدف اللي احنا دايما بنقوله وورا يعني القيادات اللي موجوده في السوق كله ان احنا بنحاول ننشر الوعي التاميني. طيب. بنحاول نفهم الناس يعني ايه تامين. طيب حضرتك دلوقتي عارفين في شركات تامين عامه شركات تأمين تمام. خاصة تمام. إيه الفرق بينهم وأيهما أفضل للمواطن بصفة عامة؟ تمام. بص احنا حطينا في مرحلة كل الشركات انك تكون في صف المواطن. كل الشركات أخيرة. شركات محترمة. كل الشركات تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية. الفرق بين ده وده؟ لا الفرق هو في الهيكل الإداري وفي التصنيف. بص حضرتك في مستشفيات عامة، مستشفيات خاصة بيستضيف أطباء أو بيبقى موجود معاه دي أطباء. قصة تانية. لا دي قصة فبقول له دي مميزاتها ودي مميزاتها. ما أنا هقول لحضرتك الشركات كلها بتقدم تقريبا نفس التغطيات. اللي بيفرق ايه؟ الخدمه دي انا ما اقدرش اقول لك دي شركه احسن من الشركه الثانيه. مين اللي يقول؟ العميل، العملاء هي اللي تقول، واخد بال حضرتك. لكن مثلا احنا عندنا كيان برضو كبير قطاع عام هو شركه مصر التامين. شركه مصر التامين حصل اندماج من فتره كانت معاها شركه التامين الاهليه وشركه شرق للتامين ومصر الاعاده للتامين. ده كيان كبير قطاع عام، شركه محترمه ومحدش يقدر يتكلم عليها. الشركات الخاصه كلها برضو اللي موجوده في الماركت، الشركات كلها عامله شغل كويس جدا، ما عندهاش مشاكل. زي ما بقول لحضرتك اللي يحكم العملاء. طب ايه الاختلاف بين ده وده؟ لا مفيش اختلاف، هو اختلاف دبلوماسي جدا. لا هو اختلاف دبلوماسي جدا بمعنى هو اختلاف كلمة. اختلاف في الهيكل، اختلاف في الهيكل. زي ما حضرتك تقول لي ايه، في شركه تامين تجاري، في شركه تامين تكافلي، في شركه قطاع عام، في شركه قطاع خاص، كل دي بلاير زي ما نقول لاعبين موجودين في السوق. العميل بيختار وبيجرب خدمه ده وخدمه ده وخدمه ده. تمام. لكن لا اقدر اقوله لك ان كل الشركات دي ليها قواعد وليها اسس ماشيه عليها، ومش مش مش بس بتشتغل لوحدها، لا في رقابه عليها، وده اللي يهم المواطن. طبعا. لكن بقى الخدمه، السعر، الكلام ده حضرتك اللي بتختار الشركه على اساسه. وانا دايما اقول اهم من السعر الخدمه، لان الاسعار الى حد ما بتبقى قريبه من بعضها، لكن الخدمه بتفرق. الاسعار في اللي هو التعويض اللي بيعوضوه؟ لا، الاسعار في ان انت تعمل وثيقه التامين. اللي هو بتدفعه في الاصدار. العميل بيدفعه. العميل بيدفعه.
بيبقى يعني مور ليس قريب من بعضه، مش بعيد قوي. لكن اهم حاجه الخدمه، واهم حاجه معيد التامين اللي حضرتك بتعمل عليه. زي ما حضرتك سالتني بتقول لي يعني ايه عدد التامين. معيد التامين ده مهم جدا، وفي في في جزء معيد التامين ده في رقابه برضو. هيئه الرقابه المالية محدده قايمه بمعيدين التامين المعتمدين لديها اللي الشركات تتعامل معاها. ليه؟ لانهم زملاء ماليه عاليه، ليهم خبره سابقه في التعويضات كويسه، سرعه في سداد التعويضات، كل ده لازم يتاخد في الاعتبار. على السرعه، طب احنا بنشوفها عن طريق الدراما والسينما، وده التعويضات دي وحتى في ارض الواقع التعويضات دي بعيد. يعني الصراحه يعني اتفاجئت في النقطه دي بالتحديد. بس خلي بالك ده في الافلام القديمه الابيض واسود. لا والله لا دلوقتي لا الحديثه صح. لا دلوقتي الدنيا بقت مختلفه بصراحه. رحمه الله عليه احمد زكي، الفنان احمد زكي الكبير، كان فيلم ضد الحكومه طبعا، شفته كان محامي هو. انا اطمنك في موضوع ضد الحكومه ده، ان الموضوع ده بالذات الموضوع ده بالذات كان تحت رقابه برضو واداره الهيئه العامه للرقابه الماليه واتحاد مصر للتامين. اتعمل مجمعه خاصه بالتامين الاجباري على السيارات. ما بقاش فيه المشاكل اللي كانت موجوده قبل كده. بقى كل ده تحت ظل مجمعه واحده هي اللي بتصدر وهي اللي بتعوض، وفي حصص للشركات موجوده سواء في الاصدار او في التعويض، فبالتالي في رقابه عليها اكتر كتير مما كانت الاول. فدي برضو نقطه مهمه جدا. دي مثلا حاجه حضرتك ذكرتها بال يعني باي ذا واي كده، ان الجزء ده فعلا كان فيه مشاكل على فكره، ده في علق في ذهن كل مصري تمام متأثر. وفعلا ده كان فيه مشاكل فعلا ده كان فيه مشاكل. لا وفعلا محامين كتير يقول لك تعويض، طب هاخد نسبه 50% لان مش هتجيبه انت لو قعدت سنه. لا دلوقتي حضرتك بتروح تاخد تعويضك بمنتهى السهوله، مجرد ان انت بتثبت ان انت عامل الوثيقه في شركه التامين كذا وموجوده في الرخصه بتاعتك، بتاخد تعويضك بمنتهى السهوله. بتروح تثبت خبير اثر الحادث، اثر الحريق، اثر ده. احنا بنتكلم دلوقتي على التامين الاجباري بتاع السيارات اللي حضرتك سالت عليه. الموضوع الثاني زي ما قلت لك الحريق، ده لازم يكون فيه اثبات حاله، لازم يكون فيه محضر شرطه، لازم يكون فيه معاينه في مكان الحادث، لازم يكون فيه تعرف السبب ايه، التخطيط موجود ايه. بعد استيفاء كافه الامور دي المواطن اللي مأمن العميل بيسترد حقوقه بالظبط، اللي المبلغ اللي مكتوب له وفقا لشروط واستثناءات الوثيقه، لان ممكن شروط الوثيقه يكون فيها تحمل معين، يكون فيها نسبة إهلاك معينة، يكون هو دافع مبلغ قليل، يكون دافع مبلغ التأمين. مبلغ التأمين قليل، مبلغ التأمين مغالى فيه، كل ده بيحكم في حسبة حساب التعويض. لكن حقك في التعويض هتاخده ما دام وفقا للتغطيات والشروط والاستثناءات الخاصة بكل وثيقة لوحدها بدون أي إجراءات قانونية معقدة، بدون أي مشاكل. مفيش. طيب كويس. حضرتك لو بتتابع طبعا في الأجانب أو في أوروبا أمريكا معظم دول العالم، بتلاقي الأجنبي مؤمن على كل شيء، على سيارته، على منزله، صحيح. على كل شيء. صحيح. عندنا احنا الوعي ده على ابعد ما يكون. برضه بطمنك ان الثلاث اربع سنين اللي فاتت في طفره في موضوع الوعي التامين. يمكن احنا عادتنا دي كمان جزء من الوعي التامين. طبعا في طفره عن طريق ادارات يعني الناس اللي بتدير منظومه التامين، سواء كان اتحاد، سواء كان هيئه، سواء حتى الشركات، بيعملوا اعلانات كتير جدا في التلفزيون، في الراديو، في الجرايد، في المجلات، فبالتالي بتوصل المعلومه لاكتر من في اكتر من مكان واكتر من قطاع، وده بيرجع مردوده على قطاع التامين طبعا بزياده الاقساط وزياده نسبه الناس اللي بتامن الى اجمالي السكان. واخد بال حضرتك؟ فده فعلا ده بيتعمل يعني ده يعني فعلا احنا رايحين على نفس المرحله. انت بتقابل اجانب، صعب تقابل واحد مش مؤمن عليه. الناس بدات دلوقتي تحس ان التامين من اولوياتها. ودي اهم حاجه، ده اللي احنا عايزين نوصله. بالفهم. ان انت ما تعيدش تنظيم اولوياتك فتروح شايل التامين فجاه. لا عندنا بقى حاجه مهمه بالنسبه لمبادره السيد الرئيس والجمهوريه للتامين الصحي الشامل. تمام. دي كلمنا عنها وكلم المشاهدين عنها بقى فجأة. والله طبعا انا شايف ان هي حاجه تحترم جدا زي ما حضرتك بتقول. ده مبادره من السيد الرئيس بقى. بدانا نعمل حاجه زي بره. واخد بال حضرتك؟ هي بدات في بورسعيد، بدات في الغردقه، بدات في مناطق ومحافظات فيها عدد سكان قليل في الاول. تمام. بتوفر لك التحاليل والاشعاعات والعلاج، وبيبقى في طبيب اسره لكل منطقه. واخد بال حضرتك؟ هو اللي يحاول حضرتك على مستشفى، هو يعمل تحليل، يعمل اشعاعات، الكلام ده كله. و يعني بنتكلم ان هي ميزتها ان فيها تكافل اجتماعي، يعني بتضمن العداله الاجتماعيه، ان كل الافراد اللي تحت مظله الدوله هيتعالجوا. ايوه بدل ما انت معلش ما احنا بنكون واضحين برضه، اصل مش هنتكلم بعيد عن اللي بيدور في الشارع. انت عارف بيجي عندك مواطن رايح مستشفى، لا مستشفى حكوميه الامر كان صعب، احنا النظام الطبي شاهد حق برضه. الاطباء جنود مصر.
صحيح. صحيح. كانوا الجنود البواسل في احداث كورونا. وفرصه بنشكرهم جميعا طبعا. شكر طبعا مقدم ليهم. واكثر من مره فعلا الاطباء كانوا قايمين بدور بطولي. تمام. يعني انت متخيل ان عندك النظام الطبي او النظام الصحي في ايطاليا بينهار، في امريكا بينهار، وفي مصر طول الوقت انت واقف على رجلك. صحيح. ده فضل من ربنا اولا واخيرا. صحيح. وبرضو دورهم كان شغالين الليل قبل النهار. بندخل مستشفيات عنابر كورونا والاحداث والدنيا، والاطباء شغالين ما عندهمش ولا نوم ولا بيبعدوا، لا بالعكس شغالين اكتر من الايام العاديه. صحيح. فكان دورهم مهم قوي في النقطه دي. تمام. الصراحه. أوه. قبل ده لا، كان عندك الطبيعي مثلا المواطن المريض رايح مستشفى عام صعب يتواجد هو فيها. عشان كده رايح مستشفى خاصه ما معهوش فلوس مش هيتعالج. النظام ده عشان كده بيحل مشاكل كتير، ومفروض ان هو خلال العشر سنين يوصل للقاهره ان شاء الله. خلال العشر سنين. العشر سنين. ده المخطط يعني. على مستوى الجمهوريه بدل السيد الرئيس. بالظبط. دي بتكفل العداله الاجتماعيه للجميع، الجميع هيتعالج. زي برضو ما نشوف في الدول في حضرتك في ايطاليا بالظبط الاتحاد الاوروبي. فلا احنا ماشيين في الاتجاه الصحيح ان شاء الله يعني باذن الله. تمام. في حاجه بقى غريبه قوي سمعناها عن تامين المطر. ايه بقى تامين المطر ده؟ لا هو من ضمن تخطيطات الحريق في تامين الاقطار الطبيعيه. تامين الاقطار الطبيعيه بيغطي السيول والعواصف والبراكين والزلازل. هو المفروض تامين المطر ده المطر المباشر العادي بيستثنى منه. فاحنا بنقدر نقول ان التامين باقي الاقطار الطبيعيه عن طريق هيئه الارصاد الجويه بيحدد، والعميل بياخد تعويضه. في الفتره الاخيره في بعض الشركات بدات تحط نسبه للمطر، نسبه بسيطه او مبلغ بسيط عشان برضو كمشاركه مع العملاء بتاعتها. تمام. في حاجه مهمه بقى حضرتك، انت شايف من العام الماضي والعالم كله حديث الساعه جائحه كورونا. تمام. التامين كان ايه دوره في الوقت ده؟ التامين عمل دوره في التوقيت ده كويس قوي. شركات تامين الحياه بدات تغطي الوفاه الناتجه عن كورونا. شركات اللي بتشتغل في التامين الطبي بدات تغطي تكاليف النفقات العلاج والتحاليل والاشعات بنسبه يعني كبيره ما عدا العزل طبعا. يعني العزل بدات الشركات الترافل اللي بتشتغل في تامين السفر بدات تغطي لو حصل كورونا اثناء ما حضرتك مسافر از ايمرجنسي كيس، يعني حاله طوارئ حصلت بره برضه بتغطيك. فعملت اللي المفروض يتعمل. لا انت عارف في مؤسسات كتير قامت بدورها، وفي مؤسسات على مستوى العالم اكتشفت ان هي نظام والله جدا. انا عايز اقول لك ان الحمد لله شركات التامين المصريه وسوق التامين المصري احنا بنحاول دايما نواكب التغيرات، نحاول نواكب الاحداث اللي بتحصل بره. يعني في وثائق كتير قوي اتعملت عندنا جديده في السوق المصري ما كانتش موجوده قبل كده. تمام. زي العنف السياسي اللي حصل وقت الثورة. زي بقول لحضرتك التغطيات بتاعة كورونا اللي حضرتك ذكرتها ضد الأخطار الطبيعية وهكذا يعني. حاجة كويسة. بالظبط. العبرة إن إحنا بندور إن أنت عارف كل مؤسسة بتحاول بتجهز بتعلم من قيمتها. أكيد. بترفع من مستواها. فبالفعل شركات التأمين ده اللي بنستفيده من حضرتك، بيستفيد منه المواطن إن هي برضه شغالة على نفس النهج. بالظبط. بتضمن حق العميل، بتكفل له كافه حقوقه، مش اللي هو داخل بيؤمن عليك ووقت المشكله بنسيبه. وده اللي بيحصل في الفتره الاخيره كمان في ندوات ومؤتمرات مع جهات اجنبيه كتير بنستفيد منهم بيستفيدوا مننا، بنتبادل المعلومات والخبرات. فدي حاجه بصراحه صحيه وكويسه في السوق يعني سوق التامين المصري. طيب كويس. ده بالنسبه لحضراتكم التعامل مع الندوات خارجيا، تتعاملوا ازاي فكره بقى نشر الوعي؟ زي ما بقول لحضرتك في حملات توعيه في الثلاث اربع سنين اللي فاتت دي بتبقى موجوده في اوقات كمان في رمضان، في اوقات الناس بتسمع كتير الراديو في وقت معين الصبح، في حملات تلفزيون، حملات في الجرايد والمجلات. وده احنا شايفين انه بدا يبقى ليه مردود الحمد لله يعني. بدا يبقى ليه مردود واعداد العملاء بيزداد. طبعا بيبقى في وعي. احنا بنتمنى حضرتك اللي بتوضحه الان ان بتتمنى لا كل واحد لو مؤمن على روحه على سيارته على ممتلكاته هيكون افضل ليه. اكيد اكيد. يعني صاحب الوعي لا ده شيء ايجابي. بالظبط. شركه التامين زي ما بقول لحضرتك انت بتنقل الخطر من عليك، بتريح دماغك من الخطر وبتوديه لشركه التامين. بس ببساطه يعني بتريح دماغك. لا قدر الله لو حصل حاجه بتدفع مبالغ بسيطه في الالف او في المية بحاجه بسيطه جدا وبتغطي ممتلكاتك. بالفعل انت بتقول لي مثلا لو ممتلكات لو شقه لو مسكن مبلغ رمزي. مبلغ بالظبط. بالظبط سنوي كمان. وفي العائد بقى في المبلغ السنوي ده بيكون عائد محترم بقى ولا حضرتك ذكرت هو ان بيدفع 2000 مثلا في السنه، 1000 او 2000 جنيه في السنه؟ لا ده انت كده هتدخلنا في حته تانية خالص. احنا بنتكلم ده قسط تامين على الممتلكات، لكن الحاجه بتقول العائد والاستثمار والكلام ده تامين حياه. تمام. ده قصه مختلفه خالص. تمام. لا اتكلمنا عن تامين الحياه.
تأمين الحياة حضرتك بتدفع في تأمين حياة في كذا برنامج، في فردي برضه وفي جماعي، في كذا برنامج حضرتك، في برنامج زي ما حضرتك بتقول طلعت عليه من 2016 شركة مصر للتأمين، كان برضه دور توعية. حضرتك بتقول مثلا استثمار، فحضرتك بتدفع مبلغ معين سيل لمدة 10 سنين 15 سنة 20 سنة على حسب ما تحدد مع الشركة. لو حصل لا قدر الله حاجة خلال الفترة دي ليك مثلا، بيدفع مبلغ معين بقى للورثة أو او حضرتك بتوصل لسن معين فبتاخد المبلغ بالفوائد بتاعته. ده بالنسبه لتامين الحياه، ده بيبقى استثمار. طب الكوادر بقى اللي زي حضرتك كده، مش الكوادر التامينيه اللي بتدير السوق في مصر، تمام، متوفره ولا لسه برضو؟ بالذات انا عايز اقول لحضرتك برضو ان في الفتره الاخيره في ناس كتيره ظهرت في السوق، لا ما شاء الله على علم وعلى درايه، وكان ليهم خبرات في شركات اجنبيه قبل كده، ويعني الحمد لله لا في تطور كتير. حضرتك اصل مثل ونموذج جيد بالنسبه لنا، ربنا يخليك، فعلى نفس النهج كده في عدد، لا يعني الحمد لله والشكر لله في عدد، وكمان في تجهيز لكوادر جديده في السوق، وفي اهتمام بالتدريب زي ما بقول لحضرتك، واهتمام بدورات تدريبيه ومؤتمرات والوسطة طبعا. الوسطة دول هم في كل مجال، انا لا اخشى الا كلمه الوسطة. لا بالعكس، انا عايز اطمنك برضو ان احنا عندنا وسطة على كفاءه عاليه في السوق، عندنا وسطة على كفاءه عاليه. قلت لي ان مكانش دوره ومعتمده وشيء بالظبط، ده بصراحه يحسب لهيئه الرقابه الماليه برضو، بس انا عايز اطمنك ان احنا عندنا فعلا وسطة على مستوى عالي جدا في كافه الشركات العامه والخاصه، ولا في السوق عموما. في الماركت، في السوق عموما. متحفظ جدا حضرتك، بنحاول نجيب اي معلومه. اصل احنا مش بنصنفهم، احنا مش بنصنفهم، هو الوسيط ده في وسيط حر، وسيط يعني الفرق بين اللي حضرتك بتقوله حاجتين، في وسيط حر بنسميه فريلانس بروكر، ده بيتعامل مع اي شركه تامين تعجبه. مفيش اي مشكله، مفيش عليه قيود، لكن في حاجه اسمها ايجنت او منتج على فئه ماليه، ده بيبقى موجود في شركات معينه، فهو بيتعامل مع الشركه بتاعته بس. لكن الوسيط الحر زي ما بقول لحضرتك، لا الناس ما شاء الله بتطور نفسها، الناس فاهمه، الناس بتناقشنا في كل حاجه، فده حاجه صحيه للسوق كله يعني. طب هما الوسطاء اللي حضرتك بتشكر فيهم دايما، انت شكرت في المنظومه بصفه عامه صراحة. انا والله بتكلم يعني بما يرضي الله. بما يرضي الله. جميله قوي. هما ايه اهم واجباتهم كالوسيط؟ ازاي الوسيط اللي جاي يعتمد ياخد الدوره عند حضرتك، تمام، بيعتمد من هيئه الرقابه الماليه، تمام، ايه دوره، او ازاي الاول بيختص بيوصل للمرحله دي، وايه دوره اللي بيقوم بيه؟ زي ما بقول لحضرتك، هو لازم يجتاز دوره تدريبيه في هيئه الرقابه الماليه، حتى عند تجديد الرخصه بتاعته بيبقى في دوره تدريبيه شامله. واجباته هو بيكون حكم عدل ما بين شركه التامين والعميل بتاعه، يعني هو لما ما بيجيش على اي طرف من الطرفين، هو لازم يعرف يجيب للعميل بتاعه احسن حاجه من شركه التامين، ولازم يضمن لشركه التامين ان العميل بتاعه ملتزم، وان العميل بتاعه فاهم كل الشروط والاستثناءات، عشان لا قدر الله لو حصل اي مشكله هو اللي يحل، يعني هي بتتحل، هو بيبقى طرف برضه في حل المشاكل. الوسطاء ده بيبقى طرف بين العميل وبين الشركه. بالظبط، هو المفروض اما يبقى في وسيط بيتعامل مع شركه التامين تتعامل من خلاله العميل، وبيتعامل باسم العميل. انت فكرتني كده زي وكلاء اللاعبين، يعني حاجه زي كده، بس يعني بس وكلاء اللاعبين صعبين على شكل على شكل كتير اصحاب، بس يعني على شكل فعلا ناس، يعني الحمد لله في تطور كتير قوي في المجال بتاع الوساطه كمان. وفي شركات وساطه عالميه موجوده في السوق كمان، يعني مش بس افراد او شركات محليه، لا في شركات عالميه في السوق المصري، ودول بيصل السوق المصري برضه. انا عارف حضرتك في شركات عالميه وحضرتك متصدر المشهد، كادر مهم جدا، بس احنا خلينا زي ما احنا في مجالنا. تمام. على نفس النهج، ايه دور المواطن بقى؟ لان في تامين اجباري وتامين اختياري، تمام صح؟ دور التامين الاجباري ايه اللي بيفرضوا عليه، والتامين الاختياري؟ والله التامين الاجباري يعني الدوله هي بتعمل تامينات اجباريه عشان تحاول يبقى في دعم للمواطنين، تمام. لكن انت حضرتك لازم يبقى عندك زي ما اتفقنا وعي تاميني. انت عندك عربيتك لا قدر الله اتخبطت، عربيه ب 500,000 جنيه ولا بس العربيه لسه مضبوطه الاسبوع اللي عدى. لا لازم تامن بقى. لازم عربيه مثلا ب 500,000 جنيه مثلا، حضرتك بدل ما هتدفع لك مثلا 10,000 ولا 12,000 جنيه، هتدفع 500، هتحمل 500,000 جنيه ولا تدفع دول في السنه؟ لا دول في السنه. فهي دي حاجه يعني بيت مثلا لا قدر الله، بنسمع ساعات حصل غاز، حصل حريقه في البيت، لو حضرتك مش مأمن في بيوت ب 2 مليون وبمليون، والمباني والمحتويات بتتدمر. طبعا ده في بمئات الملايين او فيلل يعني كل ده موجود. فانت كل حاجه من الحاجات دي زي ما بقول لحضرتك، اغلب الاصول الثابته والمتداوله اللي موجوده في ميزانيات الشركات، شوف بجيبها لك ازاي بصفه عامه، قابله للتأمين. فيعني لازم احنا نبقى عارفين بس ايه نوع التأمين ده.
جميل. وايه حقوقي فيه وايه واجباتي؟ ده بالنسبه بصفه عامه. سؤال كده في عجاله فاخيرا، بالنسبه للمواطن بقى الفقير اللي هو بيتكلم بيسمع عن التامين، التامين يقول لك انا امن بيه او هامن ازاي؟ حلو قوي السؤال ده، جميل والله. حضرتك برضو الـ الـ السوق وادارات الـ الـ الادارات اللي موجوده، الكوادر اللي موجوده في السوق واللي بتدير المنظومه، قالوا في حاجه اسمها تامين على المشروعات الصغيره، وفي حاجه اسمها مشروعات صغيره متوسطه. بيتعمل برامج للتامين على المشروعات دي بمبالغ برضو، وبتتاخد في الاعتبار ان الناس دي احنا عايزين نحميهم، في نفس الوقت ما ندفعش، ما نخليهمش يدفعوا كتير. ففي مبادرات كتيره قوي دلوقتي، ده اللي ماشي في الفتره الاخيره، تامين على المشروعات الصغيره والمتوسطه. فبرضو احنا ما نسيناش حد. تمام، ده شيء ايجابي. بنختم بقى بسؤال، في تامينات مشهوره كده بنسمع عنها عالميا، لاعب الكوره بيليه كان مأمن على رجله، احد الممثلات مش عارف مأمنة عليه، ده طبيعته ازاي؟ والتأمين ده متوفر، هل موجود عندنا هنا ولا صعب؟ والله هقول لحضرتك التغطيات دي زي ما احنا قلنا في اعاده تأمين، لو التغطيات دي اتطلبت حضرتك بترجع لمواعيد التأمين بره، لان طبعا مش ما عندناش اتفاقيات ليها في مصر. فلو في تغطيات مطلوبه زي دي بنراسل مواعيد التأمين اللي موجودين في السوق العالمي اللي عندهم خبره في الانواع دي، وبنشوف هل ممكن التغطيات تتعمل ولا لا. عالميا موجود، على ما تغطيه اذا بقول لك اللاعب بلاي، احنا بنقرا منشطات. وفي تامين برضو الفتره دي منتشر وعالميا موجود، ودلوقتي موجود في مصر، اسمه كانسليشن اوف ايفنت. لو حضرتك في حدث معين او حفل معين هيتعمل لمطرب كبير او مطربه كبيره او حتى مؤتمر كبير هيتعمل، وحصل لا قدر الله كانسليشن او الغى ليه نتيجه قوه قهره، بيتغطى مسؤوليه، بيتغطى حتى لو دي حاجات كلها جايه من بره. في سايبر ريسك، بيغطي الهاكينج اللي بيتعمل على اجهزه الكمبيوتر وعلى حسابات والكلام ده كله. عامه موضوع كبير والله، الموضوع كان حلقه مهمه جدا، واستفدنا من حضرتك. طبعا نشكر حضرتك في ختام استاذ وليد سيد مصطفى، خبير التامين الاستشاري ونائب رئيس لجنه الحريق بالاتحاد المصري للتامين. نشكر حضرتك. اهلا بيك. نشكر الساده المشاهدين، والى اللقاء في الحلقه القادمه. كان معكم علاء حامد، وبنشكر فريق العمل بالكامل، نشكر ضيفنا، الى اللقاء. Thank you.